انا هعمل دلوقتي شويه جندفلي بالتومه والكزبره او اسكندراني، هضيف لهم شويه كريمه لباني. تعالوا نشوفوا مع بعض هنعمله ازاي. الجندفلي ده مشكلته مهما كنت شاطره في المطبخ ومهما كنت محترفه سمك ممكن تحصل معاك مشكله. ايه المشكله اللي ممكن تواجهنا يا مغازي؟ بتبقى في بعض الكويكعات او بعض الجندفلي او العرايس دي بتبقى واحده مقفوله، هي ميته وهي في الميه، فبتلم رمله. الرمله دي لما نيجي نعملها بتعمل لنا مشكله، بنحس ان في بابور زلط تحت سناننا، والموضوع بيبقى بصراحه يعني مش لطيف خالص، وممكن نقوم على الاكل ونسيبه، وخاصه لو في طبق شوربه او طاجن جندفلي او طاجن ميكس سي فود او حاجه من الحاجات دي. فلازم اول حاجه بتجيبيه تفتحيه، واللي تفتحيها تحطها في ميه، ميه عاديه خالص، مش هقولك بقى روحي ميه بحر والجو ده، ميه من الحنفيه بس ميه نظيفه طبعا اساس، ميه الحنفيه فله يعني، خدت بالك؟ ما تحطيش عليها اي بهارات عشان تقدر تفصلي الموضوع، وتفتحي كل واحده. لقيتي بقى فيها مشكله ده بتبقى تغيري كل الجندفلي، فانت تفتحيها الاول وتشوفيها عشان ما تبوظيش الكميه كلها. ده اللي انا عايز اوصي بيه لما نيجي نعمل العرايس دي. معانا طاس على النار شديده الحراره، معانا من الزبده والسم والزيت الزيتون معلقتين، حلو قوي. معانا ميه بتغلى على النار احتاج لها، واحط مكعب الزبده ده كده، ركز معايا عشان الموضوع ده هنا شيق. كلنا ممكن بنروح مطاعم السمك ناكل الجندفلي ده، نقول له عايز شويه جندفلي اسكندراني. اخواننا في اسكندريه بوجه لهم تحيه كبيره، شطار في عمايل الجندفلي الاسكندراني. حلو، الزبده ساحت وراحت مطرح. حاضر يا غالي المكرونه، انت عينك على الجمبري انا عارف، ديني هسه. الزبده ساحت، باخد البصلايه الناعمه دي كده، الله الله، باخد الفص التوم الحلو ده كده واقلبهم كده مع بعض، اتاكد ان هم تمام، مش عايز احمرهم جامد اهو، الله على الريحه الحلوه. بنزل بشويه زعتر حلوين كده، ركزي معايا عشان تعملي الطبق ده وانت زي الفل اهو. بهاراتنا الملح، شفت بقى اللي انا بعمله دلوقتي؟ هي دي الخبره الطهويه. لو انت حطيت الملح والفلفل على الجندفلي او على بلح البحر وهو في قلب الطاسه، وارد ان الملح والفلفل اللي بتحطيه ولا البهارات اللي بتحطيها تتحط في واحده من دول بس، تيجي تقلبيه هي في دول، تيجي تاكلي كل بلح البحر ده والجندفلي ده تلاقي واحده فيها كل التوابل، وده بيحصل والله العظيم في المطاعم، تلاقي واحده ولا ثلاثه من دولت فيهم كل التوابل وقفلت على كده والباقي كله بريء من اي توابل. فانا شفت عملت ايه؟ حطيت التومه والبصله والبهارات وقلبتهم كده، اصبح الطعم كله هنا واحد زي ما انا شغال كده، تومه بصله البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا، اصبحت ان البصله هنا لونها فسفوري، الله عليك يا شيف. واهم حاجه الملح والبهارات والفلفل واقلب كده، واحط الكزبره الخضراء واقلب كده، واستنى هسه لغايه لما كلهم يبقوا مع بعض نسيج واحد لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك، اصبر على رزقك حلو قوي. دي لازم نار شديده بقى تحتها، والشغل الشو بتاع المطاعم والجو اللي حضراتكم عارفينه ده زي الفل. باخد الجندفلي يا عم الشيف جاهز معايا مع شرايح الليمون اللي في قلبه دي كده زي الفل، وانزل به هنا كده يلا يلا الصورة الحلوة هو ده هو ده خلص الكلام، نقلبهم. شفت بقى الشقاوة وقلب بقى بالراحة بهدوء هم دقيقتين بالظبط، اقل من دقيقتين كمان بس طبعا لازم اعمل حاجة حلوة قوي. ايه هي؟ عندي شوية مية من المية اللي بتغلى عندي زي الفل، واسيبهم كده واشيل كل حاجه دي من هنا. شفنا عملنا الجندفل ازاي بطريقه سهله وبسيطه، واروق الدنيا عشان هطلع دلوقتي طبق مكرونه بيتكلم مصري
واروق على الكاونتر بتاعي. عينيا حبيب والديك اهو، والجندفل خلص زي الفل يا عم الشيف. مهم جدا الطريقه اللي انا عملتها دلوقتي، حطيت التوابل على البصله والتومه اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ سمعنوا الصوت ده كده؟ ده ما بياخدش دقيقتين في النار. اصبحت ان التوابل والبصله والتومه والكزبره كل دول مع بعضهم بيتوزعوا في قلب الجندفل من جوه، او قلب العرايس من جوه. حلو قوي. النار اخبارها ايه؟ زي الفل. الطبق ده بنجيبه هنا، نطلع المكرونه بتاعتنا اخبارها ايه؟ صلي على الحبيب. والجندفل بتاعنا، العب بالكاميرا بقى في المكان اللي انت حابه. ايه بدلعك انا على الاخر. تطلع من فوسفور تخش على فوسفور. اللهم صل على النبي. زي الفل. الف هنا وشفا.